ناقب الموسيقيين الفنان هاني شاكر نجح بشكل كبير جدا في انهاء وحل الخلاف بين النجم محمد عبده وبين الموسيقار طلال، واللي بسبب الخلاف ده فضلوا وقت طويل جدا متخاصمين ومقاطعين بعض فنيا. وسبب الخلاف في الاساس كان بسبب تصريح النجم محمد عبده تجاه الموسيقار الراحل طلال مداح، واللي تعاون معاه طلال في اكتر من عمل، واللي قال عنه محمد عبده بانه كان صادق ونزيه، والمشكله كانت في اللي حواليه في اشاره للملحن الكبير طلال. وكمان قال فنان العرب انه طول عمره بيحاول يقدم فن راقي، وكمان كان هدفه يرفع من قيمه الفن، لكنه ما كانش يعرف هل ده كان هدف الموسيقار الراحل طلال مداح ولا لا. ده غير ان في تصريح قاله محمد عبده في وقت من الاوقات بيقول فيه ان بالرغم من ان صوت طلال مداح جميل لكنه ما عندوش تطور موسيقي في اغانيه. وبسبب التصريحات دي توترت العلاقه جدا ما بين نجم العرب محمد عبده وبين الموسيقار طلال لسنوات طويله، لغايه ما امير الطرب العربي هاني شاكر نجح في صلح بينهم. هاني شاكر قال ان الصلح بينهم تم بعد حفله هاني بدار الاوبرا المصريه، واللي قدم فيها اغنيه سامحني يا حبيبي من اشعار حسين السيد والحان الموسيقار طلال، ومن بعدها نظم الموسيقار طلال حفل كبير للنجم محمد عبده على نفس المسرح بدار الاوبرا المصريه. هاني شاكر قال انه قدم في حفلته اغنيه مراسيل، وهي من كلمات الامير بندر ابن عبد المحسن ومن الحان سراج عمر، وقدم كمان اغنيه بعلن عليها الحب للموسيقار طلال، ودي كانت الاغنيه اللي استفزت محمد عبده علشان الصلح وكانت سبب فيه. Let's move.